انتم بدوركم على اتم وجه. الله يرضى عليكم. أثير قبل يوم على أن هناك إصابات في مدرسة عروس الصحراء، وتم توجيه الإشراف التربوي بتشكيل كادر من المشرفين ولجنة قوية من المشرفين تتكون من 7 مشرفين يقومون بالإشراف على الامتحانات في مدرسة عروس الصحراء. وبالفعل قاموا هؤلاء المشرفين والمشرفات الأبطال الذين حقيقة كان لهم دورا كبيرا، وقاموا بعمل فدائي بالتواجد في المدرسة وسد الشاغر أو سد النقص الذي حصل نتيجة الإصابة. وقمنا بإعطاء إجازة للكوادر المصابة وكذلك الطلبة المصابين، وحضر الدكتور فلاح الطائي مدير عام صحة نينوى مشكورا، وقبلها أرسل فريق طبي كبير جدا. قام هذا الفريق الطبي بفحص التلاميذ كافة وفحص الكوادر التربوية وتعقيم المدرسة، وحقيقة بعد ذلك حضرنا أنا والدكتور فلاح عطائي مدير عام صحة نينوى للاطلاع على سير الامتحانات والاطلاع على التزام الطلبة والتلاميذ والكوادر التربوية الموجودة بشروط السلامة، وأشرفنا على أداء الامتحانات إلى انتهاء الامتحانات. ومن هنا أوجه شكري إلى الكوادر التربوية وعلى رأسهم مديرية الإشراف التربوي الذين قاموا بدورا بطوليا، وكذلك أوجه شكري وتقديري إلى دائرة صحة نينوى التي كانت متواجدة منذ الصباح إلى انتهاء الدوام. قمنا بتعفير هذه المدرسة وتشديد الإجراءات على جميع أبناء المحافظة من الطلبة، وكذلك الإعاز إلى مديرية تربية نينوى بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات. محافظة نينوى لا زالت والحمد لله تتصدر المحافظة الأولى بين المحافظات في تسجيل أقل عدد من الإصابات، ولكن نحن نخشى من أن تكون هناك زيادة في عدد الإصابات. ومحافظة نينوى لها خصوصيتها، وكما تعلم نحن ليس لدينا القابلية لأن تكون هناك إصابات عديدة وكثيرة لا سمح الله في هذه المستشفى في هذه المدينة، لأن مستشفياتنا قليلة ومستشفياتنا لا تستطيع استيعاب المزيد من الإصابات. السلام عليكم. السلام عليكم.